من أول الأشياء اللي نخدم عليها في ولاية الكيف هو في علاقة بمجال التنمية. ثانيا نكون الأصوات اللي بتعطيني ثقتها أو حتى الأصوات اللي ما تعطينيش ثقتها نكون ممثل لولاية الكيف ونكون مجمع للكفية مهما كانت التوجهات والحساسيات السياسية بتاعهم، وخاصة نعمل على العمل الميداني. نقرب برشا من المواطن وخاصة الفئة الهشة، الشباب اللي هو غدا مش يكون هو في ضوء المشعل نتاع البلد هذه، نقعد مع بعضنا ما يصيرش نتحاور ونشوفوا شنية حاجته الشاب، شنية الملتزمات اللي لازمنا نحن باش نجيبوها لجهتنا هنا. ما يسمى بملفات حارقة، وخاصة منها ملفات التشغيل والاستثمار وتوفير مواطن الشغل و الاستثمار في الخيرات وإمكانيات وقدرات الجهة. نعالج مسألة البطالة، نشوف مواطن اقتصاد تخدم بلادي، تخدم المتخرجين وتوفر لهم مواطن شغل. حاول باش ننمي المنطقة متاعي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. أساسا مسألة الصحة، مسألة المستشفى الجهوي، مسألة قسم الاستعجالي اللي متعطل عنده مدة وما نعرفوش الأسباب شنية. لو كان جيتنا هنا أهم الحوايج اللي باش نطرحها وندافع عليها هي مسألة التعليم في الجهة هذية، وخاصة أنكم تشوفوا في المنشآت اللي قاعدة تطيح، وبرج العيفة أكبر مثال على ذلك. الحاجة الأخرى لو كان كنت نائب، أهم حاجة هي قطاع الفلاحة في البلاد. نحن بلاد في فلاحية وأساسا فلاحية، وين الصناعات التحويلية؟ وين المطاحن الكبرى؟ كيف سأهتم بالمسالك السياحية خاصة وأنه 90% من المنشآت السياحية في البلاد هذه مغلقة؟ أنا كنائب كنت ندافع على الجهة متاعي بشكل كبير، خاصة في التنمية في القطاع الفلاحي وفي الاستثمار في الجهة متاعنا لتنقيص من البطالة ونسبة التشغيل. نحاول بكل جهدي أن نخلي المستثمرين يقتنعوا بالاستثمار في الجهة ويخدموا على المشاريع وتشغيل الشباب. من الأولويات النجم معناتها التنمية في سيليانا ناقصة بالكدا أصحاب الشهادة العليا. أنا لو كنت نائب معناها نخدم باش على الأقل نعمل صناعات تحويلية في البصرية. نجم نقدم معناها حلول على مستوى معناها الفلاحة التحويلية، نحكيو زيادة على البرنامج الصناعي، نحكيو معناها على المناجم الموجودة في البلاد هذيا لابد من إعادة تفعيلها، نحكيو على ما هو زيادة فهمتني سياحي اللي الناس تستغرب وتقول معناها يحكي على المناطق السياحية في المناطق الداخلية، لا معناها الكريب تزدهر بحاجة سياحية كبيرة ياسر، خاصة منها السياحة الأكيولوجية اللي قاعدة معناها تتقدم بالطريف بالطريف. نحكي وزيادة على ما هو رياضي، نحاول ندافع معناها على الجهة هذه من خلال معناها مع مؤسسة الدولة من خلال إنشاء معناها منشئات رياضية. نحكي وزيادة على تدعيم المجال الثقافي من خلال إنشاء خاصة لهنا في الكريب معناش معناها مسرح، ونحاول معناها مع السلطات المعنية من وزارة الثقافة باش نجيب معناها الحاجات هذه البلاد هذه.